حاجة اسمها self assessment وحاجة اسمها peer assessment. How is my or our learning going؟ أنا هعمل self assessment لنفسي بعد ما خلصت مثلا الكلوزنج سيشن، هقول لكم ادوني فيدباك عن نفسكم، وادوني فيدباك عن بعض، وادوني فيدباك عن التوتر. كده انتوا جالسين في الجلسة، التوتر هيطلب منكم كده. خدتوها في الكلوزنج سيشن ولا لا؟ مش قالوا لكم هتعملوا كده في الكلوزنج سيشن؟ ايوه اللي بقى. طيب السلف اسسمنت ده انا بقول لنفسي انا وصلت لدرجة ايه؟ الليرنينج بتاعي فعليا اتعلمت حاجة ولا ما اتعلمتش حاجة الاسبوع ده؟ ولازم اكون امين مع نفسي واحط نقاط الضعف ونقاط القوة اللي هبدأ انطلق منها بعد كده ان شاء الله. طيب ده بالنسبة لي انا. طيب هبدأ ادي assessment او feedback عن زمايلي اللي معايا. والله زميلي فلان ده كان كويس جدا النهاردة، كان في الكلوزنج سيشن كان اجاباته رائعة، وكان في الاوبننج سيشن بيناقش وعنده استعداد يناقش وبيحترم رأي الآخرين، وكانت المجموعة متفاهمة وكان في تناغم بينها و و و و والكلام ده كله. وبعد كده التوتر أبدأ أدي فيدباك عن التوتر، بقول والله التوتر يعني، إنما إحنا للأسف الجلسة بتتقلب كلها والله الله يجازيه خير ما قصر كفى ووفى، ماشي كتر ألف خيره، بس احنا بنقول عايزين نعمل assessment، self assessment و peer assessment. طيب احنا بنعمل assessment ليه؟ عايزين نعرف يعني ايه self assessment، وايه الغرض من self assessment، وازاي نعمل self assessment. طيب عشان اعمل assessment لنفسي وللothers with confidence. confidence يعني ايه؟ ها كونفيدنس يعني يبقى نمرة واحد كلكم. الثقة دي لها كلمة تانية، احنا بنعمل سيلف اسسمنت. في كلمة اسمها سيلف استيم. يعني ايه سيلف استيم؟ احترام الذات. ايوه انا ذاتي، انا كإياد، ان انا مش هوصل لمرحلة الغرور او التعالي او انا هقلل الايجو بتاعي، بس انا كإياد واثق في نفسي وعارف ان المعلومات بتاعتي هتفيد الناس وهتفيدني، وبالتالي هبدا اقول الاسسمنت لنفسي اللي هو اسمه سيلف اسسمنت، والاذرز اللي اسمه البير اسسمنت بكل ثقه، ومش هعتمد على الدكتور اياد ان يدي لي الايه الاسسمنت. ولذلك انا في البي بي ال كنت بعمل ايه مع الطلبه؟ بعد ما بخلص السيشنز اقول له تعالى لو سمحت فلان الفلاني، اقول لي ايوه يا دكتور، اقول له اعمل فيدباك لزمايلك واعمل اسسمنت لنفسك واعمل اسسمنت لزملائك واعمل لي فيدباك عني، فيبدا يتكلم. عارفين بعد ما خلص كنت بعمل ايه؟ ايه رايك انت ادي لنفسك الدرجه بتاعت الايه الكيس النهارده. فواحد يقول لي والله يا دكتور انا هاخد 40 من 40، واحد يقول لي انا هاخد 20 يا دكتور، في واحد يقول لي لا والله يا دكتور انا كنت في الاوبننج كويس جدا انما في الكلوزنج ما كنتش كويس، فانا شايف ان انا اخد 35. يبقى انا هنا دلوقتي الكونفيدنس اللي موجوده جوايا مش عشان عايز درجات فاقول لنفسي انا اخد 40 من 40 او اقلل نفسي واخد 20، لا، اقول اللي انا شايفه جوايا، اعمل ريفليكشن للانر سايتس بتاعي، الاحساس الداخلي اللي جوايا ابدا اتكلم فيه. طيب انا لما اعمل كده هبقى ايه؟ مور موتيفيتد. لما اقول لنفسي انا المره دي انا مش راضي عن ادائي المره دي، يبقى المره الجايه المفروض اعمل ايه يا اولاد؟ احسن من نفسي. ابدا اروح. ولذلك عشان تنجحوا في حياتكم لازم جنبك ورقه في البيت كده اكتب فيها نقاط الضعف ونقاط القوه اللي عندك. والله انا عندي نقاط ضعف، مثلا ان انا بستعمل السوشيال ميديا كتير قوي، بخش على الانستجرام كتير وعلى السناب شات كتير وعلى الواتس وعلى الفيس وعلى التويتر او اكس دلوقتي، كل الكلام ده لا، ده دي نقطه ضعف كبيره عندي جدا. يبقى اعمل حاجه واتس كولد اكشن بلان، هعمل ايه؟
لا انا هحدد لنفسي وقت معين هطالع فيه السوشيال ميديا دي من الساعة كذا للساعة كذا. اي اتفضل حبيبي. بس عشان الصلاة قامت بريك الصلاة موجود ولا؟ ماشي حبيبي مفيش مشكلة. نتقابل ايه الساعة كام؟ 10 دقائق بس الصلاة. طيب خلاص نتقابل ايه الساعة هي 4:12 دقيقة، نتقابل الساعة 4:25 دقيقة. يلا اتفضل. طيب يبقى احنا اتكلمنا على موضوع الاسسمنت وعرفنا يعني ايه سيلف اسسمنت، عايزين نعرف بقى ازاي هيتعمل وهل في انواع للاسسمنت تاني تحت عناوين كبيرة اللي المفروض كانت تتقال في بداية المحاضرة. زي ما اتفقنا انا لازم اقول الكلام بكل سيلف كونفيدنس وابقى واثق من نفسي وابدا اقول الحقيقه اللي انا شايفها، هل انا اتعلمت كويس ولا ما اتعلمش كويس، وبناء عليه هبدا ابقى اندبندنت وهبقى موتيفيتد. وهنا هيبقى انترنسيك موتيفيشن، انا كشخص اللي عايز اتعلم وعايز ابقى انسان كويس، وبالتالي لما ابقى موتيفيتد هبقى actively involved in learning process اللي الدكتور ياسر كان مسميها engagement. عشان كده كان حاطط عنوان مع بعضه كده motivation and engagement. لو انا ما دخلتش في العملية التعليمية وكنت واقف بتفرج، ده اللي كان بيحصل لكم وانتوا صغيرين، ان انتوا جالسين. يعني انا عايز اسأل سؤال، هل حد فيكم كان بيتعلم بطريقة ان المدرس بيشارككم في كل حاجة، ولا المدرس مجرد انه كان بيدخل يشرح الدرس وبعد كده يجي الاختبار يا يديكوا شيتس تذاكروها يا يدي كتاب بتقعدوا تقروه وبعد كده تختبروا؟ هل حد عاش تجربة انه يبقى مشارك في العملية التعليمية قبل كده؟ لا لا يا دكتور. يعني دايما كلها لا. كانت teacher centered صح كده؟ ايوه دكتور. ايوه. طيب لو انا جيت مثلا يعني عايز اعلم الاطفال الصغيرين المربعات الاشكال الهندسيه، وجبت لهم اللعبه اللي هي فيها مربعات ومثلثات ودوائر و و وبدات اقعد معاهم واقعد العب معاهم واقول لهم يلا المثلثات هاتوها وحطوها في المثلثات، هاتوا كذا واعملوا كذا، وبدا الولاد يتحركوا ويعملوا، ده أفضل ولا إني آجي على البورد وأرسم لهم شكل المثلث والمربع والدائرة؟ أنهي أفضل؟ الأولى أفضل. الأولى ليه؟ لأن حصل engagement. طب الengagement اللي هم عملوه ده هيزود من عملية الليرنينج ولا هيقللها؟ هيزود. ببساطة كده هيخليني سعيد باللي أنا عملته ولا لأ؟ إيه. طب لما أبقى أنا سعيد، لما أبقى سعيد باللي أنا عملته يبقى هبقى actively involved in the learning process more and more. يبقى هقعد قاعد كده مستني الحصة بتاعت الدكتور إياد أو بتاع المدرس إياد ده عشان هو بيشركني معاه في كل حاجة، صح؟ صحيح. إنما المدرس اللي بيخش زي ما بيقولوا عليه spoon feeding اللي هو داخل يقول المعلومات ويطلع يمشي، خلاص أنا تلاقيني المحاضرة بتاعته مملة وأنا متضايق ومش عايزة يعني خلاص، هو عشان بياخد غياب أنا هحضر. إنما لو ما بياخدش غياب لا أنا عايز أبقى سعيد إن أنا بحضر معاه. طيب هنا بقى الأسسمنت راحوا مقسمينه لنوعين كبار، assessment for learning و assessment of learning. حد كده من مجرد الألفاظ يقدر يقول لي إيه الفرق بين الاثنين؟ أو يعني guess what is the difference between two terms هنا؟ يلا يا شباب. دكتور الاختبار الأول عشان تتعلم، والاختبار الثاني النولج اللي عندك تختبر فيه. جميل. طيب ازاي اعمل الاولاني وازاي اعمل التاني؟ احنا بالنسبة لنا عارفين ان في اختبار صح؟ assessment ده بالنسبة لنا كطلبة يعني اختبارات،
بس واحد منهم اسمه assessment for learning والتاني assessment of learning. تعال نشوف بقى كده ايه الفرق اللي بين الاتنين. نمرة واحد assessment of learning ده بيبقى عبارة عن evaluation. مين اللي هيعمله؟ الدكتور ولا يعني الدكتور اللي بيدرس لكم او انا بالنسبة لي منسق سنة تانية انا اللي بختبركم. يعني هتلاقي الدكتور اياد هو اللي بيجهز الاختبار وهو اللي بيجي معاكم وبحضر معاكم الامتحانات وبعد كده بصحح الامتحان انا والكوردينيتورز وبعد كده ببدأ اعلن لكم النتيجة. يبقى كده انا عملت الايفالويشن للليرنينج بروسيس بتاعتكم. انتم اتعلمتم ايه ببساطة؟ طيب هطلع لكم درجات صح يا اولاد ولا ايه؟ صحيح يا دكتور. الدرجات دي بنقول عليها summative assessment. summative assessment يعني في درجات. طيب هو في دكتور بيعمل evaluation للطلبة قبل ما يدرسوا حاجة؟ لا لا. ها وديهم درجات؟ لا. ينفع؟ لا 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 لا, لا. لا. لا ما ينفع. طيب ده بيعمل judging والsummative assessment اللي هو assessment of learning هيديني grades والgrades دي A plus وA وB plus وB وC plus وهكذا. الدرجات دي أنا بعمل فيها judging على degree of learning اللي عندك. أنت وصلت لدرجة قد إيه كم percentage في حفظ المعلومات دي وفهم المعلومات اللي انا ايه اديها. ولذلك انا بدي جريدز وبعمل ريبورت للاتشيفمنت بتاعك. انت هتستفيد منه ايه في الريبورت ده؟ هتعرف تصلح نفسك في اللي فات؟ ها لا في الجاي. يعني انا كنت في التحضيريه وبعد كده بعد نهايه التحضيريه لقيتني جايب جي بي اي 3. هل هرجع بعجله الزمن تاني وارجع للتحضيرية واقول انا كنت مقصر انا هذاكر كويس في التحضيرية عشان اجيب جريد 5؟ ما تقدر تغير الدرجة. لا ما هي دي بقى مشكلة الاسسمنت. دي مشكلة الاسسمنت اوف ليرنينج. وضحت كده يا شباب؟ فهمناها ببساطة؟ ايوة ده. هي المواضيع فلسفية شوية لانها ميديكال ايدوكيشن ففلسفية شوية. انما انا عايزكم تفهموها ببساطة خالص كده. امال الاسسمنت فور ليرنينج انا ممكن اعمل ايه؟ مش ممكن اجي وانا جالس معاكم كده اقوم اقول لكم طلعوا ورقه وقلم كلكم وبعدين اقوم سائلكم سؤالين او ثلاثه صح؟ وبعد كده بدانا نشتغل. بدانا نشتغل وبعد ما اشتغلنا ودرسنا رحت عامل لكم اختبار وبعدين في نهاية الكورس عملت لكم اختبار. أنا هنا بدور على إيه يا أولاد؟ يلا كده حد شاطر يقول لي بقى هو فهم إيه من كلامي. أنا في البداية. أيوة ممتاز كلمة دي جميلة أوي. أنا عايز أعرف يعني where are you standing؟ أنت واقف فين؟ فين النقطة اللي أنت واقف عندها في التعليم؟ طيب بعد ما بدأت أدرس لك شوية عملت لك اختبار. الاختبار التاني ده ليه؟ لازمته إيه؟ عشان أشوف هل تطورت. عشان تشوف وصلت جميل. لك المعلومة السابقة ولا لا. أيوة والأهم منها بقى لما أنا جيت شوف التغيير اللي حاصل ده. هل هذا الطالب تأثر بالمعلومات اللي بقولها له ولا لا؟ هل الطالب ده على دراية بالمعلومات ولا لا؟ غيرت من مفهومه ولا لا؟ غيرت من مداركه ولا لا؟ غيرت من السكيلز اللي عنده ولا لا؟ طب لقيت ان عنده ديفيشنسي، عنده نقص في حاجات معينة. يبقى انا الامتحان اللي انا عملته ده سواء في اول مرة او في اخر في النص او في الاخر كلهم بنقول عليهم دياجنوستيك. يعني ايه دياجنوستيك يا اولاد؟ ها؟ تشخيص. ده بيشخص لي. هيشخص لي ايه؟ هيشخص مرض؟
ها شخص تعليم هيشخص مستوى الطلاب مستواكم كطلاب. وهتلاقيني بطلع ريبورت، الريبورت ده فورماتيف بيديني معلومات كدكتور اياد ماسك سنه تانية ان طلبه سنه تانية فور اكزامبل مثلا اقوية جدا في الانجليش، انهم ضعاف في الانجليش. طيب انا ده استفيد منه ايه كدكتور اياد؟ زيادة التركيز في الضعف. ايوة، ابدا اعمل اكشن بلان واقول لكم يا اولاد بعد اذنكم الناس اللي كويسة في الانجليش this is very good, you are fluent, you are excellent, this is very good. طب الناس اللي عندها deficiency تعالوا يا شباب عايزين نقعد مع بعض ونقول لنفسنا نعمل اكشن بلان ازاي how to improve my language. فواحد يقترح يقول لي والله يا دكتور احنا ممكن ناخد كورسات، واحد يقول لي لا ده في مركز بيدي مش عارف ايه في المدينة، لا واحد يقول لي انا هسافر كندا يا دكتور، واحد يقول لي انا هسافر انجلترا اتعلم انجلش. خلاص it's up to you. الفكرة ان انت هنا عملنا diagnosis للمشكلة اللي موجودة عندك. واضح يا اولاد كده؟ يبقى ده الاسسمنت فور ليرنينج. لما عملت ده اسسمنت مش فارق معايا الدرجات، انا عايز اخد معلومات تقول لي انت هتتعلم وتستمر في عملية التعليم ده ازاي. وطبعا افضل حاجة بتدي الكلام ده هي مين؟ الفيدباك. هتدي فيدباك لمين؟ مين اللي هيستفيد بيها يا اولاد؟ الستودنتس والتيتشر. ايوه، انا كدكتور اياد استفدت منها ان انا هساعدكم في حاجات واحد اتنين تلاتة، وان الدفعة الجاية ان شاء الله هعمل معاهم كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك انا كل سنة بعد ما بنخلص اي كورس بقعد معاكم واقول لكم يا اولاد انتوا مثلا دلوقتي بسم الله ما شاء الله 16 مجموعة ميل و16 في ميل، كل مجموعة هتختار واحد يجيلي يجلس معايا، يبقى انا هجلس مع كام واحد؟ 32. بتقعدوا قدامي كلكم، وعشان انتم two campuses فبقعد الميلز لوحدهم، هقعد مع ال 16 ميل لوحدهم وبقعد اقول لهم اتفضلوا احكوا لي مشاكلكم كلها وايه الديفيشنس اللي كانت عندكم وايه اللي حصل في الكورس، وانا عمال اكتب كل ده. بعمل ايه يا اولاد؟ فيدباك. الفيدباك ده انا هعمل بيه ايه؟ ايه رايكم؟ تحسن للمستقبل، تحسين للمستوى. ليكوا انتم ولا للي جايين؟ للي جايين. ولذلك هل في رايكم بقى هنا الفيدباك ده مهم ولا مش مهم؟ مهم اكيد. والفيدباك بالنسبه لك كطالب بقى، لما انا اجي في قلب السيشن اقول لك والله انت ما كنتش يعني، لا انا في عندك مشكله، في عندك كذا، محدش يعني 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 في يعني ضياع العلم بين اثنتين الكبر والحياء، صح؟ واحد بيتكبر انه يسال هيتعلم؟ لا. وواحد بيستحي انه يسال نيفر برضو. فاحنا يعني دلوقتي احنا في المرحله بتاعه الاسئله، في المرحله بتاعه التعليم اللي مباح لكم كل شيء. لو اي حد فيكم سال في اي حاجه هتلاقينا بنجاوب، اي استفسار هتلاقينا بنجاوب عليه. انما ليه؟ لان اتفضل يا حبيبي. زاد فضلك، اسف على المقاطعه، لكن في فرق يا دكتور في الفيدباك للدكتور وللطالب. بمعنى الطالب ما في يده شيء للدكتور يعني، فاهم؟ لكن الدكتور في يده درجات للطالب. ما هو انت عشان بتفكر في دي في الاسسمنت اوف ليرنينج، ما بتفكرش في دي. حلو دكتور. وده للاسف اللي مطبق في البرامج التانية او في الكليات التانية. احنا مع بعض بقى في من ضمن مميزات برنامج مانشستر ده ان انت بتيجي تديني فيدباك عن الدكتور وبتقول لي والله يا دكتور اياد انا عندي مشكله في كذا وكذا وكذا. ولذلك انتوا انا عامل معاكم الجروب ده اللي احنا عاملينه ده ليه؟ عشان اعلانات اي شيء عايز ابلغكم بيه ببلغكم على الجروب، بحاول ابسط لكم الامور، بحاول اسهل عليكم كل حاجه، اي مشكله بتقابلكم انا بحلها لكم،
اي حد عنده مشكلة ايفن لو مشكلة شخصية بحلها له. لو يعني انا انتوا يعني انا ابني ما اكبر منكم فبنحاول نظبط الامور مع بعض بحيث ان احنا نوصل للبست فور اور ليرنينج. طب انت جيت قلت لي والله الدكتور ده في مشكلة انا بجلس مع الدكتور، اوعى تتخيل ان كلامك ده ملوش لازمة. لا بجلس معاه واقول له في، مش هقول له بقى ده الطالب فلان جه اشتكى منك، لا انا جالي فيدباك يا دكتور في مشكله في كذا وكذا وكذا، فبعد اذن حضرتك نحاول نراعيها ونحاول نعمل كذا ونحاول نعمل كذا ونعمل كذا. تمام يا شباب؟ دكتور ريال بس عندي مداخله. اتفضل. الفيدباك تكون اقدمها يعني لك يا دكتور مشرف السنه ولا التوتر نفسه؟ انت انت كل سيشن بتدي فيدباك للتوتر في الجلسه، يعني انت في الكلوزنج سيشن هتعمل سيلف اسسمنت لنفسك وهتعمل اسسمنت لزمايلك وهتعمل اسسمنت او فيدباك للدكتور اللي جالس معاك واسسمنت للمجموعه كلها ككل. تمام كده؟ طيب في نهايه انا بقى طول الاسبوع انا جالس في مكتبي وفي واتس دلوقتي يا دكتور اياد عندنا مشكله في كذا وكذا وكذا، ولذلك انا يمكن بلغت رامي قلت له الجروب لما يكون حد عنده سؤال يساله على الجروب ما يسالوش على الخاص. ليه؟ انت لما تسال سؤال على الجروب وانا جاوبت الدفعه كلها استفادت ولا لا؟ ايه صح، كل الدفعه بتستفيد، انما انت لما تسالني انا شخصيا لوحدي وبعدين رديت عليك لا، يعني انت الوحيد اللي استفدت. عشان كده بقول لكم اي سؤال عايزين نسأله فين؟ على الجروب، وهتلاقيني برد بحيث ان كل الناس تسمع الفيدباك اللي مسموع ده او اي معلومة انا هقولها بحيث ان كلنا نستفيد مع بعض. يبقى ده كده الفرق بين الاسسمنت اوف ليرنينج والاسسمنت فور ليرنينج. طيب نرجع بقى تاني للسيلف اسسمنت ده، زي ما اتفقنا هو اهميته ايه؟ enhance learning، هيخليني ازود العمليه التعليميه بتاعتي. الكلمه دي الدكتور ياسر قالها النهارده صح؟ ايوه دكتور. اللي هي الاوتونومي اللي احنا قلنا قال لكم معناها ايه وهو بيتكلم؟ ذاتيه. الذاتيه بتاعتك، ان انت من جواك فعليا عاوز تتعلم، اللي احنا قلناها بكلمه تانية intrinsic motivation. طب الكريتيكال جادجمنت، هل حد فيكم فعلا بيبقى صادق في كلامه مع الاخرين ولا بيحرج ان يقول لزميله اللي جنبه انت عندك مشكله في كذا؟ ايه رايكم فعليا احنا بنحب حد ينقدنا ولا لا؟ اتفضل. الصراحه ايوه، بس الامر يتطلب عشان يكون جاري. لا احنا بنتكلم الصراحه، يعني احنا دلوقتي فعليا عندنا استعداد نسمع النقد ولا لا؟ على حسب. غالبا لا، غالبا لا، لكن يعتمد على حسب نوع النقد. تمام. نوع النقد الاسلوب جدا مهم، يعني نقدر نقول ان النقد ده اتز ا ديوال دايركشن او باي دايركشنال، يعني له طريقين، الانسان اللي بينقد والانسان اللي بينقد، صح كده؟ مش في بعض الأحيان بتلاقوا شخص دايما ناقم وناقد على طول لكل شيء حواليه، صح؟ مش في شخصيات كده؟ ايوه متذمر. يعني أستاذ نوعين من النقد. ايوه تفضلي، ايه النوعين دول؟ نقد بناء والنقد هدام. ايوه، انا عايز انهي واحد فيهم بقى؟ البناء. احنا مش عايزين الهدام، لان الهدام ده نرجع تاني للكلام كده، الإنسان اللي بينقد ويهدم اللي قدامه، هل هذا الإنسان عنده سيلف استيم أو سيلف كونفيدنس اللي احنا قلناها ولا ما عندوش؟ لا ما عنده. لا، بدليل ان هو بيهاجم الآخرين عشان يحاول يظهر ان هو إنسان كويس، صح كده؟ مش هو ده دايما مشكلته؟ صح. إنما هو لو إنسان كويس فهيجي يتكلم معاك او معاكي وتقول لك والله انا شايفه ان انت عندك مشكله في كذا فممكن تحسنيها، وعلى فكره انا عندي نفس المشكله برضو ونحاول نحسنها مع بعض، ايه رايكم نعمل كده مع بعض
تمرين او حاجه او نشترك مع بعض في حاجه معينه بحيث ان احنا نبدا نعمل ها more enhancement in our learning. طب انا لو وصلت للمرحله دي وبدات بنقد نفسي وبنقد الاخرين بامانه وبدون اساءه ادب ونقد بناء، هيحصل ايه للجروب كله يا اولاد؟ يتحسن. وهيبقى عنده استعداد to what's called lifelong learner. هذا الشخص هيبقى عنده استعداد انه يتعلم طول حياته، لان الموضوع اصبح ايه؟ تغير من الاكسترنسك موتيفيشن الى الانترنسك موتيفيشن اللي احنا اتكلمنا عنها في البدايه. صعب يا اولاد الكلام كده؟ احنا جاست ان احنا يعني بنتكلم مع بعض بس مش اكتر. يعني دي الجمله اللي انتوا قلتوها clear criteria I used, well designed and appropriate assessment employed linked to the learning objective. انا وانا بتكلم معاكم في السيشن عمال اقول لا انت خد بالك عندك مشكله في اللانجوج بتاعك، انت عندك مشكله في المذاكره بتاعتك، انت عندك مشكله والله في الاناتومي، خد بالك انت الفسيولوجي بسم الله ما شاء الله بتذاكره كويس جدا، انما الاناتومي كل ده اللي انا عمال اتكلم فيه له علاقه بالعمليه التعليميه بتاع الجلسه ولا ملوش علاقه؟ بالعلاقة. انا لو بدات انقضه اصل انت لبسك مش حلو، اصل العطر اللي انت حاطه مش كويس، اصل مش عارف ايه، انا كده بعدت عن العمليه التعليميه ولا لا؟ لا، انا عايز النقد بتاعي او الاسسمنت يكون امبلويد موظف عشان ينفعني في عمليه الليرنينج وابدا انفذه ها فروم داي 1. انتوا يمكن لحد دلوقتي مش قادرين تجلسوا جلسه مع التوتر بتاعكم، انتوا الجلسه الوحيده اللي جلستوها اللي هي بتاع الايس بريكنج اللي هي كانت عباره عن تهريج ودلع وكلام ضحك مع بعض بحيث ان انتوا تبداوا تتعودوا على بعض، انما بعد كده ابتداء من بكره انتوا مفروض بكره ان شاء الله هتجلسوا كل مجموعه هتجلس مع التوتر بتاعها وهيجي لكم ورقه فيها كيس 2 وهتبداوا تتناقشوا مع بعض وتنفذوا السيفن ستيبس اللي موجوده. يمكن انا تعبتكم النهارده واصريت ان السورس اوف ليرنينج يكون واحد اللي هو الدكتور ياسر، لان اللي بيحصل قبل كده خدوا بالكم ده برضو جاي منين؟ من الفيدباك ان خدته من زمايلكم قبل كده، ان انا كنت بسيب كل دكتور يقعد معاكم لحاله فاكتشفت ان كل دكتور بينفذ السبع خطوات بمزاجه. فهمتوا بقى احنا ليه عملنا القصه بتاعت النهارده؟ ايوه. فعشان كده اضطريت ان انا اعذبكم واجيبكم كلكم وتقعدوا وتيجوا كليه الولاد وكل او كليه الهندسه كمان مش كليه الطب حتى، كل ده عشان اوحد المصدر للمعلومه، وبالتالي ان شاء الله الانطلاقه بتاعتنا ابتداء من بكره تكون انطلاقه موفقه ونظبط امورنا ونتحسن باذن الله تعالى بسرعه جدا جدا جدا. وده الغرض بتاعنا، التارجت بتاعنا اللي هو مين؟ سكسس. هو ده الغرض الرئيسي بتاعنا كلنا. طيب يعني زمان كنت ده واحنا طلبه زيكم كده ما كانش حد بيسالنا انتوا بتتعلموا ليه ولا الكلام ده خالص، يعني جاست ان الدكتور يخش سلام عليكم انا الدكتور فلان الفلاني كذا 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 هدرس لكم كذا ويقعد يشرح يخلص سلام عليكم. طب يعني كان بيجي في ذهننا سؤال كتير قوي يا اولاد واحنا قاعدين كده، هو ايه لازمه الكلام اللي احنا بندرسه ده؟ يعني فعليا احنا كنا بناخد مواد كتيره جدا جدا جدا، ومع التقدم في عمليه الميديكال ايديوكيشن اكتشفنا ان المواد دي ملهاش اي 60 لازمه لما اتخرجنا. فايه اللي حصل دلوقتي يا اولاد؟ ايه اللي حصل في المواد دي؟ تعدلت، اتلغت، اتلغت مش نسيناها، يعني احنا بنتكلم عليكم مش علينا احنا بقى، اتلغت تماما، لان لما اتعمل فيدباك واتعمل اسسمنت للطلبه و و و و و والكلام ده لقينا ان انت درست الكلام ده زي ما درستوش، ما فرقش اي حاجه في الموتيفيشن بتاعك، ما فرقش اي حاجه في البروسيس اوف ليرنينج، ما فادكش لما اتخرجت في حاجه.
وبالتالي كانت المادة دي محطوطة حشو زي ما احنا بنقول المصريين بنقول الكلمة دي. وبالتالي انا لازم اسأل نفسي اسئلة، احنا هندرس ايه وايه اللي احنا هنتعلمه، وهل فعلا عملية التدريس دي اللي الدكاترة بيساعدونا فيها هتفيدنا في حاجة وهنتعلم، وبالتالي هنعرف and understand what they are expected to learn. لما أنا أحضر المحاضرة مع الدكتور إياد وركز معاه في المحاضرة وأستفيد من كل معلومة بيقولها، يبقى أنا طلعت بconcept أو مفهوم اتعلمته ودخل جوه الميموري بتاعتي وتحفظ جوه الميموري. طيب أنا لما هعمل كده أنا اللي هقرر وهفهم أنا عايز أدرس إيه، صح كده يا شباب ولا كلامي غلط؟ صح دكتور. صح. فده لازم، يعني عشان أديها لكم مثال بسيط، حد فينا يقدر يحفظ القرآن بعد ما يكبر بسهولة ولا بصعوبة؟ صعوبة. ليه بصعوبة؟ ليه بصعوبة بقى؟ لأنه وانت صغير أسهل، توقع في مثال الحفظ كالنقش على حجر في الصغر أو حجر. أيوة. بص شايفة البروسيس دي كلها أنت وانت صغيرة أنت لغياها من حياتك، كل ده ملغي. انا ما بفكرش، انا وانا طفل صغير ودوني لشيخ بيحفظ او دار تحفيظ قران، بداوا يحفظوني المعلومات، بدات تخش جوه مخي. هل الطفل الصغير ده فاهم اي لفظ من الالفاظ اللي بيقراها؟ لا لا لا، هو حافظ القران كله بس مش فاهم حاجه. طب احنا الكبار بقى، لو انا حاولت احفظ القران يبقى لازم أفهم المفردات اللي موجودة والألفاظ اللي موجودة في القرآن، وأعرف أسباب نزولها، وأعرف دي إيه، وأبدأ أفسر الآيات دي في هلقاني اللي هي المرحلة دي. طيب وبعد كده أنا هبدأ عايز أتعلم إيه من الآيات دي، فبالتالي هقدر أتعلم وأقدر أحفظها. مش هو ده الطريقة الوحيدة اللي إحنا نقدر نعملها دلوقتي عشان نحفظه، ولا في طريقة تانية؟ إيه. لا لو عادتي تقولي أنا همسك المصحف وهقعد أحفظ كده وده، لا يمكن. مخك نفسه بما إنك كبرت مش قابل لهذه العملية، اللي هو النقش على الحجر دي ما عادتش فردة. لا لا، ما عادش معلش، أنا مش مقتنع، أنا لازم تقنعني، أنا لازم تعرفني المعلومة. هو يعني لو أنتوا عندكم في البيت أي حد بيجي يتكلم معاك وبعدين بيفرض عليك الرأي، هل انت فعليا بتستفيد حاجه من الراي اللي هو فرضه ده؟ لا لا لازم. ولا لو لا. جلسنا كده وقعدنا نتناقش ونقول المشكله كذا واحنا اتعلمنا من المشكله دي قبل كده، ووالدك او والدتك قاعد يقولك والله المشكله دي صدفتنا قبل كده وتعلمنا منها كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين انتوا بداتوا تمعنوا التفكير وتقولوا بما ان والدي والدتي اتعلمهم بس احنا برضو الدنيا اتغيرت دلوقتي وبقت احدث، فاحنا ممكن نتعلم من المشكله دي ونضيف عليها التكنولوجي اللي موجوده عندنا والمعلومات اللي موجوده عندنا في النت و و و، وبالتالي انا بحدد احل المشكله دي ازاي واتعامل معاها ازاي. مش هو ده التفكير السوي اللي اي انسان عايز يبقى ناجح بيعمله، صح كده يا شباب؟ صح. طيب يبقى انا محتاج اعرف what you are going to learn, how to recognize when you have succeeded, and why you should learn it in the first place. يبقى انا ليه عايز اتعلم، وايه اللي انا اتعلمه او ايه اللي انا هتعلمه، وهل فعليا انا وصلت المرحله ان انا اتعلمت المعلومه ونجحت فعليا ان انا اتعلمها ولا لا. لازم اسال نفسي التلات اسئله دول كل ما ذاكر اي حاجه او كل ما احضر اي حاجه، لازم اسال التلات اسئله دول what و how و why. كل شويه how am I doing، انا عامل ايه، انا دلوقتي في المرحلة اللي أنا فيها أنا واقف فين بالنسبة للعملية التعليمية؟ طب هتجه وهروح فين اللي هي where am I going؟ طيب بعد كده إيه اللي هيحصل لي؟ يبقى دي دايما الأسئلة اللي بسألها ومرتبطة ببعضها، وكل شوية أسأل لنفسي نفس السؤال على طول باستمرار عشان أوصل للسكسس زي ما اتفقنا.
يبقى ده زي ما انت شايفين جالس كده، انا يعني ايه اللي انا وصلت له، انا بعمل ايه، انا واقف فين. طب بعد كده انا وصلت المرحله من التعليم والسيرش و لحد المرحله دي، طب هل المرحله دي نهايه ولا دي ممكن تكون بدايه لمرحله تانية جايه بعدها، ومرحله بتسلم مرحله بتسلم مرحله. ولذلك البروسيس اوف ليرنينج از ا كونتينوس بروسيس، العمليه التعليميه عمليه ايه، مستمره، ما دام الانسان فيه روح هيفضل يتعلم. صح كده يا شباب؟ صح دكتور. طيب امتى بقى the most important thing I learned was، اقول لنفسي بقى كده يعني اكتر حاجه اتعلمتها كويس وكانت مهمه قوي بالنسبه لي كذا، what I found difficult was، بعد اكلم نفسي كده انا بعد ما الاسبوع كيس 1 ده خلص، اكتر حاجه انا حبيتها الصراحه وتعلمتها كويس قوي المحاضره بتاعه الفسيولوجي، كنت حبيبها جدا. طيب اللي كنت شايفه صعب ايه، انا شفت ان مثلا الهيستولوجي كانت صعبه جدا. I enjoyed most was، انا كنت مستمتع جدا بمحاضره مثلا البايوكيمستري، كنت حاببها قوي وحابب طريقه الدكتور وهو بيشرح. هو انا مش ممكن من طريقه الدكتور اتعلم حاجه لحياتي ولا مش ممكن؟ صح يا شباب ولا كلامي غلط؟ ولذلك انا معترض جدا على الطلبه يقول لك انا مش هحضر المحاضره لان انا ما بستفيدش حاجه. مفيش حاجه اسمها ما بستفيدش حاجه، الدكتور اللي بيشرح لك ده راجل واخد اعلى درجات علميه في الماده اللي هو فيه، ممكن يكون من وجهه نظرك انه مش قادر يوصل لك المعلومه، بس الراجل ده هقدر اقول ببساطه كده يعتبر علامه في هذا البرانش اوف ساينس اللي بيدرسه، فانا هستفيد منه، هستفيد منه، مفيش حاجه اسمها مش هستفيد منه. طيب what I want to find out more about، عجبني السنه اللي فاتت في زمايلكم كانوا عاملين بوستر، انتوا عارفين البي اي بي بيعملوا بوستر وبنناقشهم وكده، في حد منهم كان اي ثينك يعني مهتم بموضوع المرض اللي هو اسمه الباركنسون اللي هو شلل الرعاش، فعملوا البوستر عن شلل الرعاش وجابوا جهاز جديد لسه نازل في امريكا، عملوا سيرش لحد ما دورهم وعرفوا ان الجهاز ده بيعالج الشلل الرعاش ده، فكان جميل. انا اول مره في حياتي كنت اسمع الموضوع ده، ليه؟ لان هم مشوا ورا الجزئيه دي يا اولاد، اللي هو دي بدايه البحث العلمي، ان انا عندي مشكله معينه لازم ابدا ادور وراها وابحث فيها لحد ما اوصل ان شاء الله. ممكن لو انا استمريت بالطريقه دي ان انا اطلع مثلا انا كتعينت دكتور جراح وبعدين في عمليه معينه كل ما يتكلم يقول لك العمليه دي فاشله ما بتجيبش نتيجه ما بتعملش، طب ما انا اقعد افكر فيها هل ممكن اعمل فيها تعديل، طب ما ادور عليها اكتر، طب ما اعدلها، طب ما اعمل منها خطوات زياده، فده هيوصلني لمرحله اعلى واعلى في. طيب ده لوحدي ولا محتاج ايه؟ محتاج هيلب. الهيلب ده هيبقى من مين؟ من ماي بروفيسورز اللي بيعلموني و الكوليدج ممبرز اللي موجودة، اي حد موجود انا هقدر استفيد منه وهتعلم منه. تمام؟ still puzzles me، ايه الحاجة اللي لسه ملخبطاني؟ ايه الحاجة اللي لسه ملخبطاني؟ لازم اعرفها. طيب معلش الجزئية بتاع I need more help with دي، انا محتاج مساعدة، المساعدة دي عشان افهم الماده ايه المشكله، المساعده دي عشان ازاي اعرف اذاكرها ايه المشكله، المساعده دي عشان في جزئيه معينه انا مش فاهمها عادي، فاهميني؟ كل ده في الاخر خالص هيؤدي الى ان البروسيس اوف ليرنينج تبقى عظيمه جدا، وبالتالي المخرج الرئيسي بتاعنا هو السكسس والنجاح بتاعنا في الحياه. ان الله زاده بسطة في الجسم والعلم، حد يعرف يفسر لي دي معناها ايه؟ في قصة طالوت وجالوت، زاده بسطة في الجسم والعلم، الجسم يبقى معناه ايه؟ أقوى. كان جسمه ايه؟ اقوى، كان جسمه ضخم أقوى. وقوي. طب في العلم ازاي بقى؟ لما سألوه بيقولوا له ازاي انت عندك بسط من الله في العلم، قال لهم ايه؟ قال لهم كلمة واحدة بس، كنت
ملازما لأبي. شفت الجملة؟ كنت ملازما لمين؟ لأبي. والدك اللي جالس جنبك ده اللي عنده حاجة واربعين سنة أو ممكن يكون أكبر من كده. الاربعين سنة دول أو الخمسين سنة من عمره دول ما تعلمش فيهم خبرات كتير وتعلم فيهم حاجات كتير في حياته؟ صح يا أولاد ولا كلامي غلط؟ صح. طيب لما ناخد الخبرة بتاع والدي وحطها جوايا in my mind في عقلي وابدأ استفيد منها وبالوضع اللي أنا فيه في حياتي دلوقتي أبدأ أضيف عليها من متطلبات العصر بتاعتنا، يبقى أنا كده دلوقتي عمري هيبقى 20 سنة أو 18 سنة ولا أكبر من كده بكتير؟ أكبر. أكبر. يبقى أنا معلوماتيا بقيت عندي حوالي 60 سنة، صح كده ولا كلامي غلط؟ صح. لأن أنا استفدت من كل الخبرات بتاع الناس اللي قبلي، ولذلك يعني من أصول التعليم الأكتف ليسنينج، الإنصات، دايما استمع. كلامك الكتير يخليك ما تتعلمش حاجة، كل ما تسمع للي حواليك حتى من وجهة نظرك، لو الإنسان اللي قدامك ده لا ده أنا بفهم أحسن منه، ده هو أقل مني علميا، يا أخي هتستفيد منه والله لا تستفيد منه. لو حطيت دي في دماغك طول ما أنت جالس هتستفيد من الناس اللي حواليك كلها. تمام، بنكمل بقية الكلام. What surprised me was، في حاجة أزهلتني، معلومة ما كنتش فاهمها قبل كده وما كنتش متخيل ابدا ان الهارت بتاعنا بيشتغل بالطريقه دي، ما كنتش متخيل ان المخ بتاعنا بيشتغل كده. انا بكتب بايدي اليمين، ايه ده؟ ده الموضوع طلع ايه يعني؟ في فرق بيني وبين الراجل اللي بيكتب بايده الشمال؟ في فرق بينك وبين اللي بيكتب بالشمال. انت تعرف ان كان في فرق بينكم؟ حد يعرف ان في فرق بين الاثنين؟ ايوه. ايه الفرق بين ايه الفرق بين كتب المخ الايمن والايسر؟ وإيه تاني؟ هلا؟ إيه الفرق بين مخ الست ومخ الراجل؟ ها؟ يلا نخش في خناقة دلوقتي، أنا عارف. عادي ما أعرف عادي دكتور. ها؟ إيه الفرق بين الاثنين أو لا؟ دكتور؟ فضل؟ أقول لك؟ قول، تفضل، سمعك. مخ وأنت تحليلي أكثر. ويركز في التفاصيل أكثر. تمام، ايه تاني؟ خلاص من اكثر الشباب. مش عارف هو في صوت بس الصوت مش واضح قوي. اكثر شباب مخ الانثى. طيب مين يعني مين الاقدر على التعامل مع الارقام والحسابات، الرجل ولا المرأة؟ الرجل. طب مين اقدر على التعامل مع اللغه ومفردات اللغه ومفردات اللغه؟ المراه. طبعا المراه بلا منازع في اللغه وفي الالفاظ بتاعتها وفي الكلام، ولذلك معظم المترجمات او معظم اللي بيترجموا بيبقوا ستات وعندها استعداد للفورميليشن اوف السبيتش وتكوين الجمل افضل بكتير جدا من الرجال. طب مين الافضل في تقدير المسافات والمساحات؟ الرجل. مخ الرجل اقوى في التحليل او اسف في تقدير المسافات والمساحات عن الست. يبقى كل واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه عنده مميزات. طب حطه بقى كده مخ الراجل كان بمخ الست، هيحصل ايه؟ ها؟ هيكملوا بعض. الله ينور عليك. ما هي دي بقى، هي دي بقى الحياة بتاعتنا، ان مفيش حاجة اسمها ان انا ابقى قاعد كده اقول لا معلش انا اذكى من الستات. الستات دي مخلوقات غبية، والستات تقعد دول الرجالة دول مخلوقات غبية وغلسة وفيها 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 وفيها. مفيش الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في تكامل مع بعض. ما هي وجعل بينهم مودة ورحمة، ما هو المودة والرحمة هتخلي المخ ده يركب مع المخ ده ويبدأهم يبقى في أفضل الحالات اللي سبحان الله عشان نكون أسرة سليمة. المفروض لو هذا الرجل عنده مشكلة في مخه الحياة مش هتستقيم،
ولو الست دي عندها مشكلة في مخها الحياة مش هتستقيم. ولذلك هيبقى في طلاق على طول. يا إما طلاق يا إما هيبقى في عذاب في البيت. ومين اللي بيدفع الثمن في الآخر؟ الأطفال. الأطفال. تمام. الأولاد هم اللي يدفعوا الثمن. فدي المشكلة بتاعتنا. فلذلك إحنا عايزين نبقى عارفين إيه النقاط اللي أنا كل ما أتعلم نقطة كده الله النقطة دي عجبتني قوي. فأقول لنفسي كده أنا لما أنتوا عارفين أنا لما أقول لنفسي النقطة دي عجبتني ده إيه يا أولاد؟ يعني أقول لكم بطريقة تانية. وأنتوا كنتوا لسه طلبة في ثانوي وفي ابتدائي وفي متوسط زي ما أنتوا بتقولوا. وبعدين في معلومة عجبتك قوي وأنت طالب. والمدرس عمال يشرحها وبتاع وعجبتك وكنت مبسوط منها جدا. انت نسيتها دلوقتي ولا ما زلت فاكرها؟ فاكرها. طب والمعلومات التانية؟ والمعلومات التانية؟ نسيتها. اتنست. يبقى لذلك دايما ادور على الحاجات اللي ايه؟ اللي عجبتني اللي كده. فده بيخلي موضوع الديب ليرنينج او الميموري الاساسية بتاعتي بتخزن كل المعلومات اللي انا خدتها. What I have learned that is new. خدت معلومات جديدة ده جميل قوي. What helped me when sometimes got tricky. ووز كان في عندي مشكلة وايه اللي ساعدني ان انا حلها. What really made me think. في حاجات معينة كده وانا قاعد يعني استفزتني وخلتني ادور عليها واقعد افكر لحد ما حلها. Right now I feel. انا دلوقتي حاسس واقوم قايل احساسي. كل الاسئلة دي بقولها لنفسي. I might have learned better if. انا لو كنت مركز في المحاضرة اكتر اكيد كنت هتعلم احسن. انا لو كنت حضرت العملي وركزت مع الدكتور كنت هتأكد احسن. انا مش هعتمد على التسجيلات. انا هعتمد على ان مخي وذهني يبقى حاضر مع الدكتور. فده يخليني اتعلم اكتر. What I made change. What I would change about this activity to help another class. انا كمجموعة F1 او M1 عملنا حاجة كويسة جدا في الجروب بتاعنا. طب ايه المانع ان انا ابلغ زمايلي بتوع الجروبس التانيين بيها فيحسنوا من الاداء بتاعهم؟ ده غلط؟ لا. ولا ده كده انا بوصل لبيرفكت ليرنينج انفايرمنت. عمليه او البيئه التعليميه تبقى من اعظم ما يمكن. تمام يا شباب؟ كل ما بعمل الكلام ده يعني عارفين يقول لك حاسب نفسك قبل ان تحاسب. هي ما هي دي السلف اسسمنت. لو انا عملتها روتين اشوف القوه زي ما اتفقنا واشوف نقاط الضعف عشان اضغط عليها واعالجها. فولو كلير لورز ابقى حاطط قواعد اساسيه اعرف منها. ميك ات ليد سموير خليها تقودني بحيث ان انا اوصل للنهايه الايه يا اولاد للسكسس. تمام. طيب على رأي محمد هنيدي يعني دي أراء 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 كل واحد بيقول رأيه وكل واحد بيدلي بدلوه. هل الكلام كله صح ولا الكلام كله غلط ولا يقبل الصواب ويقبل الخطأ؟ يقبل الصواب والخطأ. يقبل الصواب ويقبل الخطأ. انتوا خدتوا تريننج في الآيس بريك معناه كده حد عارفه؟ حد فاكره؟ بي يعني الثمانية. لما الدكاترة كتبت لكم نمبر 8 وقال لكم اقسموه نصين فبدأ كل واحد فيكم يقول والله أنا شايف 4 و4 حسابيا 4 و4 8. واحد تاني قال اقسمها بالعرض يبقى 0 و0. واحد قال اقسمها بالطول يبقى هتطلع الرقم 3 وهتطلع رقم اللي هو عكس رقم 4 بالعربي. مش هو ده اللي انت عملتوه؟ هل أنا دلوقتي كأياد لما قلت 4 و4 يبقى انتوا كلامكم غلط وانا كلامي اللي صح؟ ولا كلنا صح؟ صح فاهميني؟ يبقى ده لازم صح بس مختلفه. ايوه يبقى لازم اتقبل الراي وان مفيش حاجه اسمها رايت ورونج بالنسبه للعمليه التعليميه لان دي راي. تمام. تيز سكيل ذات نيدز تو بي توت اند موديلد اند سكافولدد. يعني ايه؟ انا دلوقتي ما كنتش بعرف اعمل سيلف اسسمنت. ده المفروض معايا دلوقتي ان انتوا عرفتوا يعني ايه سيلف اسسمنت وازاي نعمله. طب ابدا ادرب نفسي مره بمره بمره هتعلم وبعد كده يبقى هو النموذج اللي انا ماشي بيه في حياتي وبالتالي هو اللي هيتطبق في حياتي بعد كده لحد ما اموت. صح كده يا شباب؟ واضحه الجمل كده ولا مش واضحه يا اولاد؟
واضح يا دكتور. طيب هنا avoid بقى giving evaluative judgments، اللي هو الانسان اللي لسانه بقى ايه يعني حاد شويه في كلامه، وكل حاجه بايه بيقول بطريقه قويه وكريتيكال، اللي هو النقد الايه الهدام زي ما اتفقنا. المصيبه اللي هي مين بقى اللي احنا اتفقنا دايما عليها؟ الاوفر كونفيدنس. واحد يعني نقدر نقول عليها ايه الترجمه حرفيه بالعربي هتبقى ايه؟ غرور. الغرور، انسان مغرور. هل الانسان المغرور ده هيتعلم حاجه؟ لا، هو شايف نفسه انه اعلى من الناس كلها، والناس كلها ما بتفهمش وانا اللي بفهم، يبقى عمره ما هيتعلم حاجه. تمام. Don't worry of comparison، ودي مهمه قوي 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 قوي. دي من الاسف دايما بتعمل لكم مشكله، ان انتوا تبقوا جالسين في الجلسه وحد مثلا يعني مش بعضكم كده بتحس ان هو بيتكلم بسهوله في قلب الجلسه وعنده استعداد وطلاقه في الكلام، وفي بعضنا بيتوتر لما يجي يتكلم ويتلعثم ويتلخبط. فانا بقى اياد قاعد، وبعدين شفت زميلي اللي قاعد جنبي لقيته بيتكلم بطلاقه، ابدا بقى اتضايق وابدا اقارن نفسي بينه. وليه؟ انا لو قارنت نفسي بيه يبقى بقارن نفسي عشان اتحسن. وضحت الجمله ولا مش واضحه؟ مش عشان يعمل لي احباط. هو زميلي كويس ومؤدب وعمره ما هيضايقني، بس انا شخصيا من جوايا متضايق وعمال اقول لا هو احسن مني، هو كذا، هو كذا. طب ما اشوف هو احسن مني في ايه واحسن من نفسي عشان اوصل للمرحله بتاعته. طب انا بقى عملت حاجه كويسه، بكافئ نفسي بقى. تمام. الطريقه المعروفه عارفينها دي ولا مش عارفينها؟ حد فيكم عملها لنفسه قبل كده؟ ايوه. كنت بتعملي ايه يعني؟ عملتيها ازاي؟ يوم البريك مثلا، يوم البريك عملت ايه في يوم البريك؟ اي نشاط حلو او هوايه. نشاط حلو او هوايه، عشان ده بريك ولا عشان الاسبوع ده انت حققتي حاجات معينه كان نفسك تعمليها؟ اكيد مكافاه بسبب الانجاز يعني. انا عايزها هنا في الاسسمنت. خدوا بالكم بقى هنا ايه، في حتتين لازم ناخد بالنا منها قوي. ان انا عشان عندي بريك فانا بقى يعني ايه، فاكرين مريم لما عملت ايه تو تيك شاور او مش عارف ايه عشان تو ايز اواي ستريسز، مش ده كان من وجهه نظرها ان هي لما تاخد شاور في الباث روم خلاص كده يبقى انا ايه ههدي نفسي وهبقى كويسه، صح؟ طيب انا دلوقتي عندي بريك فبعمل تشينجينج لللايف بتاعتي والكواليتي اوف لايف وبحاول احسنها، بس انا ما بكافئش نفسي. لا، انا عايزكم تكافئوا نفسكم. انا دلوقتي الاسبوع ده الحمد لله انا كنت كويس جدا في الاوبننج سيشن، وكنت كويس في الكلوزنج، والحمد لله ذاكرت المحاضرات كويس جدا جدا، وذاكرت كل حاجه بنسبه 90%. خلاص انا كده مبسوط من نفسي. بناء عليه يا اما احط لنفسي نجمه، جايز من وجهه نظرك انت مستهي في الكلام، لا اعمل ثامب اب يعني اقول لنفسي اوكي انت تمام التمام، او اقوم قايل لنفسي طب خلاص انا بما اني الحمد لله الاسبوع ده كنت كويس جدا، انا مثلا بحب اكل حاجه معينه، انا هروح اجيب لنفسي شوكليت وهاكلها النهارده. انا عايز اجيب اكله معينه بحبها هروح اجيبها واكافئ نفسي. هتلاقي عندك ان نفسيا الدوبامين نسبته عاليه جدا، فبالتالي هتلاقي المزاج بتاعك بيتعدل، وبالتالي هتخش على الاسبوع اللي بعده وانت ايه راضي عن ادائك في الاسبوع اللي فات، وبالتالي جو اون وتستمر. طب لو انا الاسبوع ده جيت عندي ديفيشنسي في حاجات 1 2 3 4، فرحت معاقب نفسي ان انا الاسبوع ده انا ما ذاكرتش وعندي ديفيشنسي، وبالتالي انا هتعاقب وهعاقب نفسي ومش هخرج، وهجلس يوم الخميس والجمعه في البيت اذاكر كل اللي فات. هل الانسان اللي زي ده بالطريقه دي المحصلة بتاعته في حياته هتبقى ايه؟ هيبقى انسان فاشل ولا انسان ناجح؟ فاشل ولا ناجح؟ انا حاسس مبالغ فيها. ناجح بالعكس.
مين انا اسمع في حد قال مبالغ فيها ما اعرفش تفضل كيف بتكلم. اقول هذه ممكن تكون احيانا قسوه مبالغ فيها على النفس يعني. لا ما انت مش هتقص على نفسك بدليل ان انت بتدلعي نفسك يعني عملتي حاجه كويسه خلاص. هو لازم لازم احاسب نفسي وحاسبها بعقلانيه، انا كان عندي فيشنسي في كذا يبقى لازم اعمل كذا. ما هو ده كده انا بحط النفس بقى كمان extrinsic motivation، يبقى كده الانترنسيك بتاعي اوريدي الحمد لله اني بدات اطوره وبحط معاه extrinsic motivation، فالصوره هتكتمل في النهايه. احنا اتفقنا الموضوع في الاول بيبقى ايه؟ you can teach yourself about this. في البداية بقدر أعلم نفسي وأطور من نفسي لحد ما يبقى ده منهج حياة. تمام يا إخوانا؟ أشوفها يا دكتور زي الرغبة. تفضل يا حبيبي. أشوفها زي الرغبة يا دكتور، يعني إذا كان لك نفس أو طاقة ودك كذا ممكن تقعد 6 ساعات تبحث عن موضوع في الكيس ون أو شيء، ولا تحس بالتعب انه كانه شيء ضغط على نفسك لانك انت يعني تبغى ذا الشيء. فلازم تحول المذاكره والكيسات الى اهداف تطلع لها شيء مستقبلي عشان جميل عليك. ممتاز. وهل ده في البدايه هيبقى سهل ولا صعب؟ في البدايه حيكون صعب لانه ايوه، ومع الايام ومع الايام هيكون منهج حياه بالنسبه لك وهتبقى الامور كويسه جدا. احنا بقى تعودنا على ايه كلنا بلا استثناء؟ بتذاكروا امتى كلكم؟ ها اسالكم سؤال واضح وصريح اهو، بتذاكروا امتى قبل الاختبار بمده؟ ده بقى قسوه ولا مش قسوه؟ ده قسوه ولا مش قسوه؟ قسوه ضغط على جريمه، ده منتهى القسوه، ويعني كلمه زي ما زميلكم جريمه في حق نفسي ان انا سبت نفسي لحد ما جيت قبل الاختبار واقعد اذاكر، فبتلاقيني بقعد 10 ايام ولا اسبوعين مدمر نفسي فعليا من جميع الاتجاهات، مفيش خروج مفيش كذا، وتلاقيني ممكن في بعض الناس يبطل اكل ويبطل شرب وتلاقيه مرهق جدا ومشدود وعصبيه وي 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 وي. طب ليه؟ انا لو بطبق الكلام ده من البدايه مش هاجي قبل الاختبار هلاقي الامور افضل بكتير واقلل من الاسترس اللي انا هعيشه ده بكتير.